السؤال الحقيقة يعني أخنا كان يسأل المشايخ الله يجزيهم خير فقالوا له اسأل الشيخ، فإحنا الحقيقة بدنا يعني على لسانه أسألك إياه. رجل مكث 7 سنوات طبعا عنده ذهب لزوم لزوجته، وهذا الذهب يعني ذو قيمة، فال7 سنين طبعا ما زكاهم ما أخرج زكاتهم طبعا هذا ذهب للدين، فيعني ما بعرفش الحكم يعني 7 سنوات لم يزكي لم يطلع زكاة، بس زكاة عن 7 سنوات ولو ذهب الحي كله يعني، وذلك خير للنساء. الله يجزيك خير. طبعا هذا إلى إيش؟ إذا صار مثلا نصاب الزكاة، إذا تعدى نصاب الزكاة، هذا عندنا شيء بالنسبة للقراءة في القرآن.